في الحلقة السابقة أعزائنا كنا قد استضفنا عبر برنامج صباحكم نور المنسنيور بيوس قاشا النائب الأسقفي لأبرشية بغداد للسريان الكاثوليك للحديث عن كتابه النزوح والتهجير في يوميات مركز مار يوسف للمهجرين قصرا، والذي تناول فيه مسيرة المركز ونشأته والعائلات العراقية المهجرة التي أقامت فيه على مدى 3 سنوات بعد التهجير والمنظمات الإنسانية والأفراد المتبرعين له. كما أشار المونسنيور قاشا في اتصال هاتفي معه إلى تأليفه لكتاب آخر يوثق لزيارة البابا فرانسيس للعراق الشقيق. فإلى هناك، هذا الكتاب يتضمن نبذة مختصرة عن المركز، كيف نشأ، كيف صار، شلون صار، شلون صرفنا، بعدين أكو نماذج من مسيرة المركز ويوميات مسيرة المركز، منو زارنا، منو جانا، منو أعطانا فلوس، شقد صرفنا، كل هذه الأشياء الموجودة مع وصولات مستنسخة بالكتاب لشفافية الحسابات، وخاصة في هذا الزمن القاسي. كم يجب أن يكون الإنسان شفافيا، وكم يجب أن يكون مسؤول الكنيسة أكثر شفافية. وموجود في هذا الكتاب الوعدات اللي جتينا والمصروفات اللي صرفناها والتبرعات المادية اللي جتينا، زائدا أسماء العوائل المهجرة اللي كانت ساكنة في الدير، زائدا أسماء العوائل اللي كان الدير يعني المركز مار يوسف يرعاها خلال 3 سنوات. هذا مضمون الكتاب، والكتاب نقدمه هدية لكل منظمة إنسانية ساعدتنا، أو لكل سفارة ساعدتنا، أو لكل إنسان تبرع لنا أو ساعدنا، وخاصة أبناء رعية مار يوسف الأعزاء الذين بذلوا كل شيء من أجل راحة هؤلاء المهجرين. وخاصة كنا نعيش في زمان غير زمان الذي نحن فيه الآن. الآن نحن في زمن الحروب الغير المنظورة. لذلك ما أطلبه من رب السماء، كما خلصنا من داعش وعاد أبنائنا إلى بيوت في سهل نينوى، هكذا يستتب السلام والأمان في هذا بشفاعة أمنا القديسة مريم في هذا الشعر المريمي.